المالديفز يا جماعة من غير فيزا، ولكن ممكن يرجعوكم المطار. خليني في الفيديو ده اقول لكم اهم النصايح علشان لما تيجوا المالديفز مفيش اي حاجة وحشة تحصل معاك. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا المالديفز تعتبر من اشهر وجهات شهر العسل في العالم، ودخول المالديفز لمعظم الدول تقريبا من غير فيزا، مجرد بنوصل المطار ونختم ختم الدخول ونخش. ولكن ختم الدخول ده مش سهل قوي ان احنا نختمه كده، بيقعدوا يسالونا 50,000 حاجه ولازم يتاكدوا منهم كلهم واحده واحده علشان يختموا لنا ختم الدخول ده. ولو في حاجه منهم مش معانا هنفضل بقى قاعدين في المطار مش هنخرج منه، وممكن في بعض الاحيان لو ما عرفناش نتصرف نضطر ان احنا نحجز طياره تودينا حته تانية. فهقول لكم اهم الحاجات اللي لازم تخلوا بالكم منها وانتوا جايين. اول حاجه هنتكلم عليها هي الاوتيلات والمنتجعات اللي احنا هنكون قاعدين فيها في المالديف. مبدئيا كده يا جماعه ما ينفعش ان احنا نوري الضابط بتاع الجوازات في المالديفز اي اوتيل او مكان مش متسجل في هيئه السياحه بتاعه المالديف، لان هو هيقول لنا من الاخر الحجز ده اي كلام والمكان ده مش متسجل عندنا، انا عايز حجز في واحده من الاوتيلات او المنتجعات اللي متسجله عندنا في هيئه السياحه علشان اعرف اعدي. يبقى احنا كده مبدئيا ما ينفعش نوريهم اي حجز من هوستل وورلد، ولا ينفع نوريهم اي حجز من اير بي ام بي، ولازم نبقى متأكدين 100% ان كل الاوتيلات او الاماكن اللي احنا حاجزينها دي اصلا ابروفد منهم. هنعرف بقى ازاي هم ابروفد وكده، هتبقى في اخر خطوه هقول لكم عليها في الفيديو ده. غير كده احنا دلوقتي مثلا لو جايين المالديفز قاعدين اسبوع، فانا لازم الاسبوع بتاعي كله الست ليالي او السبع ليالي اللي انا قاعدهم اكون حاجز كل الفنادق بتاعتهم حجز كونفيرم. ما ينفعش اخش على الظابط واقول له انا هحجز هقعد في المكان ده، او انا هروح المكان ده، او لسه مش عارف انا هقعد فين. لا، لازم نبقى مورين له الحجز لكل ليله، ما ينفعش ولا ليله منهم ما نبقاش مبينين الحجز بتاعها. انا لما دخلت على الظابط وديته الحجز بتاعي في كل الليالي اللي انا قاعدها، وريته ثلاث اماكن انا هقعد فيها، وريته ليله في العاصمه مالي، وبعد كده وريته ثلاث ليالي في مفوشي، وريته ثلاث ليالي في تودو. والفكره بقى ان اللي حصل معايا ان انا ما كنتش اعرف كل المعلومات اللي انا بقولها لكم دي دلوقتي. فاول مكان انا كنت قاعد فيه في مالي قال لي ده مش متسجل عندنا في هيئه السياحه، معلش احجز لي بقى مكان ثاني، وقف على جنب كده روح احجز لي بقى في مكان ثاني. المشكله ان انتوا لما بتحجزوا قبليها كده اللي هو بثواني بيبقى في ريسك عالي قوي ان ما يبقاش اصلا في اوتيل ينفع نعمل فيه كانسليشن. بس الحمد لله ربنا سترها معايا ولقيت مكان فيه فري كانسليشن ومش محتاج كريدت كارد ولا اي حاجه، وممكن اعمل كانسل في اي وقت. فنصيحتي تكونوا مستعدين لحاجه زي كده من قبل كده. فتحت ساعتها بوكينج ودورت على اوتيل، والاوتيل كان ب 160 دولار في الليله باين ولا 170 دولار. فانا كنت خايف جدا اصلا وانا بدوس كونفيرم بوكينج، لان انا مش هقعد اصلا في المكان ده، انا مجرد بس عايز المكان ده عشان اوري له الحجز مؤكد لليله واحده، ولكن كده كده انا هروح نفس المكان اللي انا حاجز فيه في مالي العاصمه، لكن انا محتاج اوريهم مكان متسجل في هيئه السياحه بتاعتهم. في انترنت يا جماعة في المطار بتاع المالديفز، بس هو مش احسن حاجه، فيستحسن جدا ان احنا نبقى مخلصين كل الكلام ده قبل ما نيجي. ده بالنسبه يا جماعه الموضوع بتاع الاوتيلات والمنتجعات وكل الكلام ده، نبقى مركزين قوي ان كل الاماكن اللي احنا حاجزينها بالهيئه بتاعه السياحه بتاعه المالديفز ابروفد منها ومفيش اي مشكله. ولازم زي ما بقول لكم كده كل ليله احنا قاعدينها هنا لازم تكون محجوزه، ومحجوزه من مكان متوثق في الهيئه، غير كده مش هنخش غير لما نحجز قدام الراجل ونوري له الحجز بتاعه. ثاني حاجه بقى هنتكلم عليها يا جماعه هي الطيران. الطيران بقى مشكلته ايه في المالديفز؟ ان انت لازم يبقى معاك تيكت خروج مؤكده وانت خارج من هنا، ما ينفعش بقى تحجز له تيكت اي كلام كده وتقول له انا هروح تايلاند بعديها، هيقول لك طب وريني الفيزا بتاع تايلاند. دي بقى مشكله فين؟ للاماكن مثلا اللي بفيزا اونلاين، يعني مثلا لو انا رايح بعد المالديفز رايح مثلا كمبوديا او رايح الامارات، لازم ابقى اوريدي خدت فيزه الامارات قبل ما اخش المالديفز واعدي على الضابط ده، او اكون خدت الفيزا بتاعت كمبوديا اونلاين واتبعتت لي خلاص تمام 100% ومعايا قبل ما اخش على ضابط الجوازات بتاع المالديفز. لان انا هقول له ايه؟ حضرتك انا حاجز تيكت لكمبوديا رايح بعد كده كمبوديا، هيقول لي تمام ماشي وريني الفيزا. فلو انا ما وريتوش الفيزا بالنسبه له بقى حجز الطيران ده ما بقاش لي اي معنى، يقول لي لا معلش بقى انت طالما لسه ما جالكش الفيزا انا ما اعرفش هتجيلك ولا لا، احجز لي تيكت طيران لمكان انت ينفع تخشه من غير فيزا، او احجز لي تذكره رجوع لبلدك. فدي الحته بقى بتاعت تذكره الطيران، لازم نبقى حاجزين تيكت طيران خروج، ولو الخروج بتاعنا بفيزا الفيزا لازم تكون معانا سواء هي اونلاين او على الباسبور قبل ما نخش على ضابط الجوازات. طبعا لو هي على الباسبور هتبقى معانا قبل ما نخش، انا بتكلم بس على الفيزا الاونلاين علشان دي مهمه قوي. بس مثلا لو احنا خارجين من المالديفز رايحين ماليزيا مثلا او حاجه، فاحنا مش محتاجين ان احنا يكون معانا حاجه، لان ماليزيا من غير فيزا للمصريين، واظن من غير فيزا برضه ل 90% من العرب. اخر حاجه بقى واهم حاجه يا جماعه هي ان انتوا تملوا الايموجا قبل لما تيجوا هنا المالديفز. ايه الايموجا ده؟ الايموجا ده زي فورم كده بتملوه بتاع هيئه السياحه في المالديف، وده بتملوه قبل السفر بتاعكم ب 96 ساعه، يعني معاكم 96 ساعه قبل وصولكم للمالديف
المالديفز ان انتوا تملوا الفورم ده. الفورم ده عباره عن ايه؟ بتملوا فيه البيانات بتاعتكم بتاعه الباسبور، الواجهه اللي انتوا جايين منها، الواجهه اللي انتوا رايحين بعدها من المالديفز، وكل الكلام مش هتتسالوا عنها في المطار لان انتوا اوريدي مسجلينها. هي مجرد ما بيحط الباسبور بتاعك بتسمع عنده على السيستم ان انت مالي الايمو. بس لو انت مش مالي الايمو هتقعد بقى في المطار في الواي فاي اللي مش لطيف ده تملاه، فهتضيع وقت كتير قوي في المطار وهتفضل قاعد متذنب لحد ما تملاها وتسمع في السيستم. فنصيحتي املوا الايموجا قبل ما تروح. هسيب لكم اللينك يا جماعه بتاع الويب سايت بتاع الايموجا تحت علشان تملوه قبل ما تروح. انا مليته قبل ما اروح، بس انا حاليا في المالديفز، يعني انا دلوقتي يا جماعه في المالديفز في جزيره تودو. فحاجه مهمه ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناه علشان تشوفوا يا جماعه كل فيديوهات المالديفز الجايه، هتبقى ان شاء الله ناريه. ومعاها طبعا بقى السلسله بتاعت اسيا وكل البلاد اللي زرناها في اسيا، عشان لو عايزين تتفرجوا بقى على الاماكن اللي تزوروها هنا وفي المالديفز وفي كل حته في اسيا، واهم النصايح وكل حاجه. المهم يعني وانا بملى الايموجا دي لقيت ان انت المفروض تملاها وانت داخل، ومفروض تملاها وانت خارج كمان. انا الصراحه لسه ما ملتهاش وانا خارج، ولكن انا مش متاكد 100% ان انا المفروض املاها وانا خارج، ولكن انا كده كده هملاها علشان ما اضيعش وقت في المطار من الاخر، لان زي ما قلت لكم الانترنت مش حلو في مطار المالديفز. فانا هوفر على نفسي التعب والشقه وانا هناك ان انا احاول اظبط الانترنت واملى الفورم وكل الكلام ده، املاها وانا قاعد في الاوتيل بتاعي بكل سفاق. نوفر على نفسنا وجع الدماغ ونملى الايموجا قبل ما نيجي في 96 ساعه، ونملاها قبل ما نخرج من المالديفز ب 96 ساعه. الويب سايت برده يا جماعه بتاع الايموجا عليه كل الاوتيلات والريزورتس اللي متسجله في هيئه السياحه بتاعه المالديف، فبالطريقه دي هتبقوا عارفين ممكن تحجزوا ايه علشان تعدوا من ضابط الجوازات في الانجاز. ما يقعدش يضيع لكم وقتكم بقى ويقول لكم المكان ده مش هينفع تقعدوا فيه والمكان ده هينفع تقعدوا فيه وكل الكلام ده. احجزوا الكلام ده لو انتم مش عايزين بقى تقعدوا في كل الاماكن دي، ممكن تحجزوا واحده من الاماكن دي، تشوفوا مثلا مكان منهم بفري كانسليشن ومن غير كريدت كارد ومن غير بري بيمنت ولا اي حاجه. مجرد ما تعدوا من ضابط الجوازات كنسلوا المكان اللي انتم كنتم مبينينه بس لضابط الجوازات، وقضوا الهاني مون او الاجازه بتاعتكم باستمتاع خالص في الاماكن اللي انتم كنتوا عايزين تحجزوها من غير اي مشكله. بس كده يا جماعه دي كانت اهم نصايح. لو الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتبعتوا الفيديو لكل الناس اللي تعرفوهم اللي رايحين المالديفز قريب قوي عشان يستفادوا من الفيديو. وما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه لو عايزين تتفرجوا على مغامرات ونصايح تانية ليها علاقه بالسفر في القناه بتاعتي. اشوفكم في فيديو تاني قريب جدا من المالديفز وحتت تانية كتيره قوي في اسيا، ودمتم مسافرين.